عبد الله على السلامة. الله يسلمك. ايه يا لولو يا حبيبتي؟ ايه؟ مالك؟ شكلك تعبان قوي، انت ما نمتيش ولا ايه؟ انا مش زي بس يا بابا. غلط يا ضنايا، غلط، ده على صحتك. طب بقول لك ايه؟ تعالي نقعدوا في البلكونة عشان عايزك في كلمتين لوحدنا. يلا. لا 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 يا حبيبي، اقعد. انا اللي عايزاك في كلمتين. استنى انت دلوقتي. يلا لولو. يلا يا بابا تعالى. بقول لك يا نجم، اعمل لنا كوبايتين شاي وبعدين حضر الشنط على بال ما اخلص مع الولد. حضر الشنط واحنا نمشي. هقول لك بعدين، تعالى. استني بس، في ايه يا عبد الحفيظ؟ ما تفهمني. وحياة المرسى ابو العباس، هفهموك على كل حاجه، بس اصبري اصبري شويه. يلا يلا يلا، روح انت اعملي شاي. ايه يا لولتي؟ طمني، عامله ايه دلوقتي؟ كان الله في العون يا بنتي. هو اللي انت شفتيه ده شويه؟ انا مقدر اللي انت فيه يا لولا، ولو اني زعلان منك واخد على خاطري قوي. ليه؟ يعني لما يبقى في واحد زميلك وفي عدم المؤاخذه كلام بينك وبينه، كان لازم تيجي تقوليلي. انا كنت هقول لك بس. يا بنت ده انا افرح لك، ده انا ابوك يا لولا، ده انا اكتر واحد في الدنيا يهمه مصلحتك، ولا انت عندك شك في كده؟ لا طبعا. طيب كان لازم تقوليلي. وكان ناوي يتقدم. على فكره هو اللي اداني 3000 جنيه اللي دفعتهم لحضرتك كفاله في النيابه. لا حول ولا قوه الا بالله يا حبيبي يا ابني، ربنا يصبر قلبه. بابا لو سمحت الفلوس دي لازم تترد لاهلي. طبعا يا بنتي، واحنا من امتى بناكل حق الناس؟ فلوسه هترجع لاهله، وفلوس فتحي كمان. ده بيسلم عليك قوي. مين ده؟ فتحي بيه. على فكره ده راح لك الصبحيه المستشفى عشان يطمن عليك، وكان واخد معاه شوكولاته من المستورده وورد من الغالي قوي. ده الراجل ده يعرف الاصول تمام يا لولتي. بابا انت ليه مش عايزنا نروح النيابه؟ تاني يا ليالي، تاني، استغفر الله العظيم يا رب، اللي هنقوله هنعيده تاني. يا بابا البوليس مش هيسكت، هيفضلوا يدوروا عليا لغايه ما يوصلوا لي. ما تخافيش، مش هيوصلوا لك ان شاء الله. طب وليه ده كله؟ ما اروح اقول اللي شفته ونقفل الموضوع. ما انت قلت اللي عنده كله قدام ظابط المباحث في المستشفى. لا انا عندي كلام لسه ما قلتوش، انا بس رجلي ساعتها ما كانتش شايلاني في المستشفى. يا بنتي يا حبيبتي، احنا مش قد دوشه الاقسام والنيابه. ابوس ايدك يا ليالي، اسمعيني كويس، احنا ناس غلابه وعلى قدنا قوي. اعملي معروف يا بنتي، انسي الحكايه دي خالص. طب افرض ان البوليس عرف مكاني. يا بنتي دي شدت يومين ثلاثه كده وبعدين هتنام. اذا كان في ناس واخدين اعدام ومش عارفين يوصلوا لهم، هيوصلوا لوحده عشان تشهد على حادثه. هما لما يقبضوا على المجرمين اللي عملوا كده هيدوروا عليا عشان اتعرف عليهم. يدوروا زي ما يدوروا، يدوروا شمال ويمين وان بتوين، مش هيوصلوا لك ان شاء الله. يعني انا هفضل طول عمري هربانه؟ يومين ثلاثه كده يا لولتي لحد ما الموضوع يهدى وينام. طب والكليه؟ لا لا، كليه ايه بقى اليومين دول؟ انت تنسي موضوع الكليه ده خالص لحد ما نفسيتك ترتاح وتبقي 100 فل و10. بقول لك ايه يا لولا، اسمعيني بقى، انا هاخدك معايا مارينا نغيروا جو هناك. لا يا بابا انا مش. اسمعي كلامي يا لولا، ده انت هتنبسطي قوي، اقل ترتاحي من وش امك الغم دي شويه. معلش يا بابا. هو ايه ده اللي معلش؟ انت هتكسري كلام ابوكي ولا ايه يا ليالي؟ من فضلك يا بابا انا لازم اروح النيابه. وبعدين معاك بقى يا ليالي، احنا ما ورناش غير السيره دي ولا ايه؟ انت يا وليا اللي اسمك نجمه، انت يا وليا. في ايه يا حفيظ؟ الساعه دي يا حفيظ. ليالي هتيجي معايا يومين. هتيجي معاك فين ان شاء الله؟ هنسافروا مارينا، عندي مصلحه هقضيها هناك، وهنبيته ليلتين كده ونرجعوا سوا ان شاء الله. وطبعا خطفتش الرجاله ان شاء الله يفرمها قطر، هتبقى معاك. ها؟ هو ده اللي يهمك؟ لا تطمني يا اختي، لا انت ولا هي. احنا هناخده لولتي حبيبتي عشان تغير جو وتنسى اللي هي فيه.